ركين، قبل ما نودعك ضايل معنا دقيقة، أنا بحب أسألك عن مشاريعك المستقبلية لكل الناس ومعجبينك اللي بحبوك أكيد بحبوا يعرفوا لشو عم بتحضر ركين حاليا. إن شاء الله هلأ في فيلم قصير عن حياة سلطان باشا الأطرش، ورح أعمل دور مرته تركية إن شاء الله، رح يتصور بعد العيد. هو فيلم قصير بايلت، هذا مرتبط فيصل بتقرير مرتبط بتقرير أبناء الطائفة الدرزية بدالة هو الكرم. للمخرج فيصل الأطرش اللي هو حفيد سلطان باشا، وإن شاء الله رح ينزل فيلم المختارون اللي هو للمخرج علي مصطفى، رح يكون البريمير تبعه بمهرجان لندن فيلم فاستيفال، وبعدين إن شاء الله رح ينزل في الوطن العربي آخر هاي السنة. وهيك يعني ظهرت صورة سلطان باشا في التقرير كمان. يعني قديش احنا بصراحة مبسوطين في حضورك، كمان فخورين في عملك وفي انجازاتك. وأنا ان شاء الله تكوني في المستقبل دائما ركين، يعني خير سفيرة لمن يعمل في الدراما الأردنية، موهوبة وايضا أكاديمية دارسة، يعني الموهبة مع الدراسة مع اهتمام العائلة، وقدمتي واحنا بنفخر فيك ومبسوطين فيك في وجهك وفي اطلالتك على شاشة رؤيا في المسلسلات الكوميدية اللي قدمناها اللي قدمتيها، وإن شاء الله إنه كمان نشوفك في أعمال أخرى في المستقبل إن شاء الله. وشكرا لكم على هاي هيك الصباح الحلو يعني، وعن جد يعني شكرا على اللي عم تحكي، يعني أنا بضلني بحس حالي عم بحاول وبحب إني يعني أضلني أحاول أبدا. إحنا نعمل وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والمشاهدين بخير.